مقدمة البرنامج أنه البليل المائي كان من الألعاب اللي كانت متسيدة فترة طويلة من النادي الأهلي، ولكن قعدنا فترة طويلة غايبين عن منصات التتويج. النادي الأهلي اشتغل على الموضوع ده، كابتن وائل عزت رئيس الجهاز، وبدأوا يعملوا جيل كبير أو جيل عدد كبير من اللاعبات عشان نقدر نعود لمنصات التتويج. وبالفعل السنه دي الحمد لله نجحنا ان احنا نحصد على المركز الثالث في الدوري العام او بطوله الجمهوريه عشان يبقى عوده للمنصات بعد غياب سنين طويله. في البدايه برحب بكابتن عزيزه محمود مدرب عام الفريق او فريق الباليه المائي بنادي الاهلي. اهلا بك يا كابتن. اهلا بحضرتك. منورانا والف مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكرا جدا. معانا جيلان عبد الرحمن لاعبه الفريق واحد ابرز النجوم داخل الفريق. اهلا بك يا جيلان. سعادتك. مبروك وحاجه جميله، احنا سعداء بيها جدا. الله يبارك حضرتك. كابتن عزيزه، يمكن اجي لحضرتك، احنا موضوع كان صعب، يمكن تحدي. انتوا 20 سنه يمكن تقريبا على ما اتذكر بعيد عن منصات التتويج، اشتغلتوا ازاي وبداتوا عشان توصلوا لده؟ بداتوا من طبعا احنا كانت رؤيه الجهاز واضحه من الاول ان احنا نشتغل من السن الصغير من البراعم علشان تعمل قوام للفرق كلها، وده فعلا اللي حصل وده اللي احنا اشتغلنا عليه وشغالين من سنين. طبعا الموضوع خد وقت كبير جدا. كم سنه تقريبا يا كابتن؟ لا سنين كتير يعني، 7-8 سنين بدأت. تقريبا لان انت بدات كمان تكسب في السن الصغير، فبالتالي بعدها بقى عندك فريق عمومي قوي، والحمد لله يعني ان هو عمل النتيجه دي يعني، فدي حاجه. طيب وقت. يعني انتوا بداتوا من السن الصغير، ما جبتوش لعيبه جاهزه، ما خدتوش الطريق الاسهل، خدتوا الطريق الاصعب، اعتمدتوا على اولاد النادي، بداتوا تبنوا فرق ناشئين وناشئات كويسين، شابات بعد كده، بعد كده عمومي. عندكم عدد قد ايه من اللاعبين؟ لا احنا تقريبا على مستوى القاعدتين. ايوه طبعا. لا عندنا في كل تقريبا بتاع يعني 150 لعيبه مثلا او اكتر. 150 لعيبه، بسم الله ما شاء الله، عدد كبير. طبعا عدد كبير. طيب يعني شايفه ان احنا تالت ده بدايه، يعني شايفه اعمارنا وشغلنا نقدر نوصل لاول يعني قريب سنه اتنين؟ طبعا، لان كمان احنا شغالين بالسن الصغير، يعني الفرقه العمومي دي هي احنا مطعمين من كل الاعمار فعلا. فاحنا معانا سن يعني كنا تقريبا احنا اصغر من اصغر الناس اللي لعبت بطوله العمومي، فده بالنسبه لنا كانت نتيجه احنا كلنا اتبسطنا بيها، وكانت حاجه بالنسبه لنا يعني احنا اشتغلنا عليها. بس كمان هم الفريق كله صراحه يعني عمل اكتر ما احنا كمان توقعنا في البطوله دي، وكانت دي مفاجاه حلوه قوي بالنسبه لنا يعني. حاسس من كلامك بفرح كبير. طبعا. لانه مجهود مبذول وسياسه انتوا تبنتوها ونجحت. طبعا. هو تيم ورك. بس دي نجحت بامتياز، لان انت سن صغير وبتاخد بيه ثالث، لا حاجه جميله جدا. لا ودلوقتي عندك في كل منتخب بنات من النادي الاهلي، وده كان برضو ما كانش موجود قبل كده. قلنا ثلاثه شباب مذاكرين كويس احنا ما شاء الله. وبنشتغل طبعا دلوقتي ان احنا كمان نوصل ده للفريق الاولمبي، يعني دي كمان الرؤيه كمان الاكبر يعني. برافو. فاحنا في طريقنا لده ان شاء الله. طب خلينا نروح لجيلان. جيلان قولي لي، يعني انت بدات امتى الباليه المائي؟ بدات وانا بالظبط عندي 6 سنين. يا خبر ابيض، انت كنت صغيره خالص. طيب يعني ليه باليه المائي؟ ليه لعبت اللعبه دي؟ والله انا كنت ماشيه مع بابايا في النادي، ولفت نظري قوي البنات وهم بيتمرنوا، فعجبني قوي فكره ان هو ازاي في بنات بترقص في الميه مع المزيكا مع الايقاع، فشدت قوي انتباهي. قلت له انا عايز العب اللعبه. فحبيت ان انا عايز العب. وكان يعني نقول مثلا يعني دخلت ازاي؟ رحت للمدرب قلت انا عايز اخش، ايه اللي حصل؟ احكي لي عشان دي التجربه اللي الكباتن اتبنوها. انا بابايا اخدني، رحنا لمدربه عملت لي زي اختبارات كده في الاول سباحه. كنت بالظبط انا كنت لازم في الاول اكون بعرف اعوم. كنت في طبعا. كنت في المدرسه بالظبط، مدارس بتاعت النادي الاهلي بتاعت السباحه، وبعدين اختبرتني في السباحه، وبعدين اختبرتني في الجمباز المرونه بتاعتي بس، فلقيتني ان انا كويسه يجي مني شويه، فابتديت بقى ان انا اشتغل من ساعتها. طيب قولي لي انت الباليه المائي من الالعاب اللي عايزه ساعات تمرين بالظبط فلكيه، يعني لو اتمرنتوا 8 ساعات ده قليل جدا يعني، لانه انت مش بتتمرن، انت بتتمرن مع هارموني مع فرقه. صح. لو حد سبق حد بتبقى صعوبه او صعبة تبقى جداً. مشكله. صح. بتلاقي وقت ازاي تتمرني كده؟ والله ده بقى معتمد على المدربين بصراحه، انهم بيبقوا مقسمين ميعاد التمرين بالظبط، يعني كل مثلا عندنا 2 ساعة فتنس، 2 ساعة ارضي باليه ارضي. حتى المعدين النفسيين كانوا جايبين لنا دكتور معد نفسي بنقعد معاه قبل البطوله ما شاء الله. فهم التايم بتاع التايمنج بتاع التمرين بصراحه مدربين بيبقوا منظمينه كويس قوي، فاحنا مش بنحس بالفرق ده. يعني ممكن التمرين تقعد 10-12 ساعه بس احنا فعلا مش حاسين بالظبط. طيب قولي لي، يعني خلينا نقول انه اللعبه دي احنا يعني كنا بعاد شويه، يعني دايما النادي الاهلي بقى له 20 سنه بعيد، فانتوا كان دايما عندكم رهبه ان انتوا تخشوا البطولات او تاخدوا مركز. بالظبط. ايه اللي جد البطوله دي؟ ايه اللي حصل؟ والله المره دي انا كنت لسه حتى بقول عزيزه، بقول للبنات
يعني الروح بتاعتنا اختلفت قوي. يعني حتى لما قعدنا مع بعض قبل البطوله بقينا بنتكلم احنا عايزين نبين النادي الاهلي ده لا في فريق باليه مائي، حتى لو احنا اصغر ناس البطوله هننزل، حتى لو مش هنحقق لازم نثبت نفسنا. فالحمد لله احنا عملنا كويس قوي لدرجه كم فرقه في العمومي اللي شاركوا؟ والله يعني احنا كنا كتير، بس احنا المنافسه كانت فعلا قويه. بين يعني مين اهم المنافسين ليك؟ اهم منافسين كان نادي الصيد ونادي هليوبس. انا سمعت دول اجمد نادي اتنين. انا سمعت الفرق قريب جدا، يعني احنا كنا طالعين اصلا متضايقين ان احنا ليه ما خدناش اول. يعني الفرق، احنا طب قولي الفرق. الفرق كان درجه ونص تقريبا على الاول، و14 على الثاني. معلش 14 على الثاني معلش، بس انتوا يعني ما بيقولوا الفريق ولد عملاق يعني ما شاء الله. لما يبقى الفرق ماشي هنقول الاول مين الاول؟ احنا قلنا الصيد هليوبس. هليوبس لا وطبعا بناته يعني بنات كلها كانت جامد الاولمبيكس اولمبيك جيم. فعشان كده هي المنافسه فعلا كانت قويه، وكان معانا نادي الجزيره برضو. يعني هي النوادي فعلا دول كانوا عدد كبير من الانديه. يعني كان هي الفكره ان المنافسه كانت قويه جدا لان البنات كانوا راجعين من اولمبيكس طبعاً. واحنا كنا لسه بناتنا لسه ده اول احتكاك للعمومي ليهم. يا خبر ابيض، فهي الصعوبه في كده. يعني ده احنا ما شكلناش في عمومي قبل كده الفريق ده من سنين. هدي مفاجاه ثانيه ليا. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، احنا كان معانا يعني اكبر ثلاث بنات انا وفرح وملك، احنا اكبر بنات. كم سنه مثلا؟ 20. احنا كده ده كده اكبر بنات. معانا اصغر كمان، عندنا بنات عندها 15 في بنات سنه لعبت. متصاعده من 15 سنه ما عدوش حتى مرحله 18. يعني اللعيب الكبير او اللعيبه الكبيره 20 سنه، يعني انا ببني جيل ما شاء الله يديني سنين طويله. ده حاجه، ده قمه النجاح. لا وهم فاجئونا، يعني هم فاجئونا الصراحه بالبرفورمنس بتاعهم في البطوله. يعني احنا برده احنا طالعين كنا بنحقق في السنين اللي فاتت، فاحنا كان العمومي بالنسبه لنا دي ستاب ان احنا زي ما هي قالت نثبت نفسنا. نخش نشوف هنعمل ايه بالظبط. فهم فاجئونا بجد، هم لعبوا كانهم بيلعبوا عمومي بقى لهم سنين، ودي كانت المفاجاه ودي كانت الروح الحلوه الصراحه اللي كانت في البطوله دي بالذات. طب قولي لي يعني الرابع اللي بعدينا الفرق قد ايه؟ انا دايما احب اشوف الاعلى والاقل. فرق كبير. لا كان فرق كبير. يعني انا بسال يعني اكتر من خمس درجات مثلا. خمس درجات. انا ليه بقول كده؟ بقول ان احنا خلي بالك حضرتك، احنا عندنا في اللعبه العش بيفرق. ايوه طبعا. فعشان كده بقول لك، عشان كده بقول لك الاول درجه ونص لسه عايزين شويه شغل، انما ان انت فرق بينك وبين اللي بعدك خمس درجات، فايه ده يدل على التميز ان انت عديت المنطقه اللي انت كنت فيها طول عمرك. ايوه. طيب بتفكروا ازاي في اللي جاي؟ شايفين اللي جاي ده طبعا مسؤوليه. انت سهل جدا توصل القمه بس صعب تحافظ، هتعملوا ايه؟ احنا زي ما قلت لحضرتك، احنا دلوقتي هدفنا ان احنا نطلع، يعني نحاول نحافظ على قوام الفرق كلها، لان بيحصل ان انت عندك بنات بتبطل، بنات مش بتكمل صحيح. للاخر فالفريق بيتاثر. احنا دلوقتي عدد. على عدد بالظبط. فانت دلوقتي بقيت معتمد على عدد اكبر، حتى لو في ناس بطلت فانت عندك ناس اقوياء بتسد المكان الفاضي ده. وهي دي الرؤيه اللي بعد كده، ان انت يعني انت عندك فيس تيم دلوقتي معتمد عليه، وكمان الجيل اللي طالع تقدر تكمل بيه كذا سنه قدام كمان. يعني انتوا ما عندكوش مشكله، بس هيبقى مشكلكم اللي طالع من تحت، اللي طالع طالع كويس. طبعا، لان انت اوريدي بتحقق في السن ده. عندكم ايوه، وعندكم قاعده عريضه. هتعملوا ايه؟ انتوا ليميتد بقايمه معينه ولا الموضوع؟ لا احنا ليميتد بال يعني احنا عندنا بروجرام بيتعام في كل بطوله، فاحنا عندنا عدد من الحاجات بنعملها، الايفنتات اللي احنا بننزلها، فده بيخليك مساحه اكتر ان انت تاخد عدد اكبر. طبعا. يعني انا سؤالي، هل مثلا في قايمه محدده بعدد مع الاتحاد، ولا انت ممكن تحط على قوتك 100 لاعب وتختار منهم بالبطوله كل بطوله حسب ما تشوف؟ انت في لحد سن 15 سنه انت ليك سته، تشترك ب 26 لعيبه. اسجل 26 لعيبه؟ تسجل 26 لعيبه. العمومي، العمومي بموضوع مختلف شويه على حسب البرنامج اللي الاتحاد بيبعته لك. يعني نعم. مثلا احنا عندنا كان الجماعي الفريق بيكون من 10 بنات. ممتاز. من العشرة دول بتنزل بقى الفردي والزوجي. ممتاز. فعلى حسب كل سن البروجرام بنحدد احنا عايزين قد ايه. بس عندك قماشه تقدر تبدل. طبعا تقدر تبدل. طبعا. طب جيلان بتحلمي بايه؟ بحلم طبعا النادي الاهلي ننافس في بطولات بره. يعني ده ممكن؟ قريب جدا ان شاء الله. دي بقى المفاجاه. لا ما هو المفاجاه دي المفاجاه. دي المفاجاه. هو صراحه بعد النتيجه اللي البنات عملتها في العمومي، فيعني مشكوره مجلس الاداره، هيطلعهم سفريه اخر الشهر ده ان شاء الله يحتكوا في دبي. اوبا ابو ظبي. طب بطوله دبي بطوله ابو ظبي. طب ده انتوا متحمسين جدا. خليتوني كده اقول ده احنا وده ده يعني يدل قد ايه الجهد. يعني لما النادي يثق فيك كده يبقى عارفين انتوا عملتوا انجاز كبير.
طيب يعني عايزه تروحي البطوله دي؟ جدا يعني ان شاء الله نجي مع حضرتك تاني بس معانا كاس بقى الاول. ايوه يعني خلينا نشتغل خلينا نشتغل بقى وكوش تملى الاستوديو. يعني شوف الحماس يعني بتقول لك لا ما بقول لحضرتك هو روحهم المره دي وكمان هم دخلوا في مود البطوله بدري. يعني احنا اتمرنا على ان احنا عندنا بطوله كل يوم فهم استعدوا نفسيا ان خلاص هم اتعودوا ان ده جو البطوله فهم نزلوا البطوله مش خايفين مش متوترين. طب مين اللي هيشارك معانا في دبي؟ نفس الفرقه ان شاء الله. لا نفس الفرقه بتكلم على المنافسين عندك هم حاليا ما اعلنوش كل الاسامي لان في ناس لسه بتقدم بس هو هيبقى عدد ان شاء الله وفي ناس جايه من بره من اوروبا و طبعا اي اي بطوله في ابو ظبي او دبي بيكون احتكاك قوي جدا بيكون وهي فرصه كويسه ليهم لان احنا عندنا بطوله 18 سنه بعديها باسبوعين. جميل فهيرجعوا من هناك فهيبقى بطوله ان شاء الله. طيب نهايه الموسم يبقى عندكم امتى؟ اخر ثلاثة. اخر ثلاثة يعني ده احنا بنتكلم في حاجه قريبه جدا. طب بدايته؟ ما هو بدايته كان العمومي كان الشهر اللي فات. اذا شهرين في السنه مثلا ده لا لسه ما هو لسه بقى في جدول يعني لسه في كاس مصر مثلا لسه في بس لسه الاجنده كلها طبعا عشان الكورونا اثرت على كل اللعبات يعني فاحنا الموسم الجمهوريه هيخلص اخر ثلاثه ان شاء الله. بس خليني اقول برضو يعني اسال جيلان كلاعيبه انتوا اتاثرتوا جامد من كورونا لان انتوا ما بقتش تشوفوا الميه احنا كمان يعني اي لاعب ممكن يروح يجري شويه عنده في البيت باسكت بيشوط عنده كوره في الملعب بيلعب في بيته ده حقيقي فعلا يعني محرومين من الميه ده حقيقي فعلا. عملتوا ايه في كورونا؟ نشتغل زوم بالظبط انا فاكره انا فاكره عزيزه كانت بتفتح لنا زوم ونقعد مثلا الحاجات اللي بنالفها وتشغل لنا مزيكا كانت طبعا عندها مشكله في المزيكا عشان يبقى في مثلا لاج شويه في في التيمبو وكده يعني انا مثلا اسمع بدري عنهم شويه عشان يشتغلوا على الارض نشتغل كنا بنشتغل ارضي زوم والارضي مدرب الفتنس برده كان بيبقى على طول معانا في الزوم ايه ده بس دي صعبه قوي يعني برده انت كده بتفايت عشان تبقى ستيل ان انت قريب من اول ما رجع الكورونا وفكت شويه وبدات تروحوا التمرين يا كان احساس تحفه ما صدقتوش نفسك يعني لو كنت طبعا قبل ما الكورونا تيجي كل يوم بقى تمرين خلاص تعبنا مش عارف ايه جت بقى وقت الكورونا لا انا عايزه ارجع التمرين تاني انا وحشني التمرين وحشني مرمطه التمرين طبعا حاجه جميله. طب قولي لي بتعملي في الدراسه يعني برضو موضوع صعب انت هي صيدله كمان ما انا عارف كليه قمه ان شاء الله عملتي في نفسك كده ليه؟ ليه كده؟ ليه كده؟ بس برافو عليكي بالعكس انا دايما ببرز ان الرياضي دايما بيكون ناجح وفي ناجح اكاديمي وناجح رياضي صح. اللي بتعمليه ده حاجه عظيمه جدا واكيد في ناشئات وشابات بيشوفونا وهتبقي قدوه ليهم. بس انت بتعملي ايه؟ ايه بتنظمي يومك ازاي؟ هو بصراحه يعني انا تقريبا التمرين باخد نص وقتي يعني عشان نبقى وضوء بالظبط يعني كل وضوح يعني تقريبا باخد كل وقتي بس يومي بيمشي ازاي؟ بنزل الصبح اصحى عادي اروح الجامعه وخلاص مثلا الساعه 4 بخلص اروح على النادي الساعه 5 تمريني بخلصش قبل 10 11 الله بالظبط يا دوبك بروح مثلا لو عندي اي اساينمنتس بقعد اعملها مش عارف ايه لغايه ميعاد البطوله يعني خلاص البطوله بتاعتي خلصت يبقى عندنا كل يوم كده كل يوم يعني مثلا لمده 3 4 شهور كل يوم انا برجع البيت بنام لي 4 5 ساعات انا بس عايز اوري حياه الرياضي عامله ازاي حياه الرياضي مش مقطع بالمره مفيش نوم يعني مثلا كده الاساينمنتس لو عندي امتحان بضطر اطبق يعني في اوقات بيبقى كلنا قاعدين مطبقين طبقين يعني بتقعدي للصبح صحي بالظبط تلحقي تذاكري بالظبط بس بتبقى فيه متعه انا عايزه اقول لحضرتك كلنا اصلا كان البطوله بتاعتنا يوم الجمعه كلنا امتحانات الفاينل بتاعه الترم الاولاني كانت يوم الاحد تاني يعني بعد البطوله بيوم بعد البطوله بيوم مفيش حد بقى قبل البطوله عزيزه الحمد لله كانت مبيتانا في النادي ما بنروحش بس الجميل ان انا حاسس ان انتوا بتحبوها يعني يعني في يعني انا حاسس ان انت لعيبه معاهم دي حقيقه يعني يمكن هي مش كبيره عنكم كمان في السن كتير فقريبه منكم فالدنيا تحس ان هي برضو الروح لما تبقى مع الجهاز كده بتبقى كويسه هما البنات صراحه يعني يعني بيشجعوا بعض والكبار بيشجعوا الصغيرين والصغيرين عاملين جو ومتحمسين جدا و يعني هم كلهم مع بعض صراحه عملوا روح حلوه جدا يعني طب قولي لي مع كابتن وائل عزت الامور بتمشي ازاي؟ هل بتعرض عليه الامور بشكل مستمر؟ هل هو بيشارك معاك ولا سايب لكم الحريه كامله بيدعمكم ازاي؟ طبعا هو السبورت او لو اي في مشكله هي السبورت بيجي طبعا من الجهاز وكابتن وائل طبعا ده اكيد وهو يعني زي ما حضرتك تقول هو بيسهل لنا الطريق واحنا نشتغل بيديكوا حريه بالظبط هو ده النجاح هو ده النجاح فاحنا بنشتغل ومش شايلين هم حاجه تانية يعني جنبنا يعني فده وده يعني اعتقد بين يعني في الدكتوره اللي واقف في ظهركم ما بتقلقوش من حاجه طبعا صحيح. طب يا جيلان يعني امنيتك ايه؟ عايزه تلعبي اولمبياد؟
لا اكيد نفسي طبعا. نفسك تروحي ونفسك تعملي حاجه لمصر؟ اكيد نقدر. انا كنت مع حضرتك عامه من كنت سنه 2017 انا وفرح وملك برضو كنا احنا الثلاثه صحيح. وكنا لسه راجعين من سفريه البرتغال صحيح. وكنا ساعتها في المنتخب. افتكرت بس ان شاء الله باذن الله تكوني في الاولمبياد باذن الله. خليني برضو اقول ان اكيد انت ليكي طموح تبقي مع المنتخب. اكيد اكيد طبعا. احنا كنا انا فعلا كنت من ضمن المنتخب 15 سنه السنه اللي هي السنه دي ما شاء الله. بس علشان في وقت الكورونا وكده فالموضوع وقف شويه لحد بس ما نعرف مواعيد البطولات الجديده. يعني ده كان السنه اللي فاتت فمش عارفه بقى السنه الجايه ايه اللي هيحصل. بس احنا شغالين ويعني احنا بنتبسط قوي لما بنعمل حاجه باسم النادي الصراحه. دي اكتر حاجه بتبسطنا طبعا لان البنات بتتبسط اولياء الامور طبعا اللي هم ماشيين واقفين ورا وكل ده طبعا بيتبسطوا. فدي حاجه بتبسطنا كلنا يعني. واحنا اللي بنشكركم لان احنا برنامج الابطال والبطلات ايه ده مكانكم. احنا بنقدم بنبرز شغلكم فبنشكركم على الانجاز ده. بشكرك شكرا جزيلا كابتن عزيزه نورتيني وشرفتيني الحقيقه. وانا سعيد جدا باللقاء ده. وهنطلع لفاصل طبعا عشان نستقبل باقي البطلات. بشكرك جيلان شكرا لحضرتك نورتيني وشرفتيني. وان شاء الله نتقابل بس بعد دبي زي ما وعدت ان شاء الله. شكرا يا كابتن. اعزائي المشاهدين هنطلع لفاصل عشان نكمل لقائنا مع البليل المائي وباقي البطلات ولكن بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن شفتوا السيجمنت الاولاني او الفقره الاولانيه قد ايه الباليه المائي تعب في النادي الاهلي. شفنا قد ايه الجهد المبذول. شفنا قد ايه هم فرحانين واحنا قبلهم بالانجاز الكبير استكمالا اللي اتكلمنا عنه في الفقره الاولى. بنرحب بفرح الانصاري احد نجمات الفريق. اهلا بيك يا فرح. اهلا بحضرتك. اهلا بيك ومبروك. ميرسي. الله يبارك في حضرتك. بنرحب بملك اياد احد نجمات الفريق وبرضه بنقول لها اهلا بيكي ومبروك. ميرسي. شكرا. يمكن انجاز كبير. انتوا تعبتوا جامد قوي عشان تحققوه لدرجه ان حتى مدربينكم فوجئوا بهذا الانجاز. تحب تقول ايه؟ صراحة انا فخوره قوي. يعني انا اول مره انزل بطوله عمومي واول مره اعوم في السبريد دي. والتيم الصراحه كان حلو قوي. وكمان عزيزه مدربه شاطره قوي والمجلس الاداره فضل واقف ظهرنا طول الوقت. كانت البطوله جميله قوي وانا فخوره ان جبنا كاس. قولي لي يعني كان اول مشاركه ليكم في العمومي؟ لا مش كده بس ده انتوا عندكم اعمار سنيه مختلفه. معاكم اصغر منكم بكتير واكبر منكم. يعني الدنيا مش كلها عمر واحد. كنتوا حاسين لما دخلتوا البطوله انتوا كنتوا هتعملوا كده؟ لا يعني انا برافو عليك. انا احب الصراحه. كنت مش حاسه قوي الصراحه. يعني كنت بقى هنعمل كويس. كنت فاكره هنعمل عادي. يعني اللي هو احنا اتمرنا كويس قوي هننزل نعمل كويس. بس احنا اتفاجئنا يعني عملنا كويس قوي قوي قوي. يعني طب ايه اللي يميزكم؟ انت خليكي تجردي كده من نظرتك للفريق وقولي انا اللي يميزنا كذا. انا شايفه ان التيم نفسه يعني احنا كعناصر موجوده ميزتنا. ما كانش في مثلا اي فريق تاني عنده نفس الثمان بنات بنفس الباور والسترينث عند اي نادي تاني. مثلا السبريت بتاعتنا اتحسنت قوي. ما كانش في اي سبريت تانيه زينا. كنا نازلين مش خايفين. اتمرنا كويس قوي قبل البطوله. مثلا قعدنا نتمرن كويس. وعزيزه كمان كان عندها سيستم بلان تمرين كويس قوي. فانا حاسه ان ده كانت الحاجات السبيشال اللي فرقت ما عليه يعني ما بيننا وما بين الانديه الثانيه. برافو. اجابه جميله جدا فرح. يمكن اخد من كلام ملك ان هي اتكلمت انه يميزكم مستوى فني وكمان روح سبيريت. شايفه الكلام ده صحيح ولمساه فعلا؟ مظبوط. احنا اول ما بدانا طبعا كنا زي ما عزيزه قالت لحضرتك ان احنا كنا اعمار سن مختلفه ما كناش عمنا مع بعض كتير. فدي اكيد كانت حاجه قلقانه ان احنا هنعرف نبقى في هارموني كلنا مع بعض ولا لا. بس كلنا لا يعني كلنا حطينا تراست في بعض ان احنا هنقدر نوصل لحاجه مع بعض. بقينا بنحاول ندي كل الاكسبيرينس اللي عندنا كانت في المنتخب لبعض. كل حد يعرف حاجه بيساعد بيها التاني. بنحاول نندمج مع بعض اكتر صغيرين مع الكبار. طب خليني برضو ارجع للنقطه الاساسيه دي. اول مره العمومي يشارك. يعني برضو اكيد دي رهبه. وحتى مدربينكم يعني كابتن عزيزه بتقول ان انا فوجئت بالاداء. احنا كنا عاملين سيستم كويس جدا من منتل كوتش لتمرين في الميه مترتب مظبوط والارضي. كنا حاطين التارجت بتاعنا احنا نعمل احسن حاجه عندنا. ما كنش فارق لنا يعني النتيجه او السكور على قد ما يبقى شكلنا مظبوط ونعمل اللي علينا قوي. وبقينا بنعيد يوم البطوله ده كتير جدا قوي في النادي. بقينا بنتمرن بنفس الحاجات يعني كل العناصر اللي هتبقى موجوده. يوم برد يوم حر جدا يوم حد عنده اصابه. كنا بنجرب كل حاجه علشان نبقى مستعدين ومهيئين نفسيا لكل حاجه ممكن تحصل. علشان كده كنا نازلين شويه مرتاحين في ريلاكس شويه. ان احنا هنعمل اللي علينا. فده يعني عنصر كبير قوي خلانا ان احنا فعلا نجيب نتيجه كويسه. عارفه فرح اقول لك على حاجه.
ما شاء الله. انا في الفقره دي او الفقره اللي قبلها انا حاسس ان ما شاء الله يعني انتوا طبعا يعني فراشات زي ما بيقولوا اعمار الحمد لله صغيره يعني ربنا يديكوا العمر، ولكن حاسس ان المنتاليتي عاليه، الفكر سابق سنكم ما شاء الله. الرياضه بتعمل كده؟ اه طبعا كتير، علشان بتبقى دايما مختلط بناس مدربينك على طول بيشاركوك بكل حاجه، ما بتمشيش يعني على طول بيفهموك اي حاجه هتبقى بتتعمل ليه وماشيه ليه ودي ايه البوينت والهدف منها، فعلى طول يعني دماغنا شغاله شويه. اه يعني دماغ سابقه وبامانه حاجه يعني تشرف بامانه. يعني انا سعيد جدا بالفقره دي، مش بس على الانجاز الكبير اللي انتوا عملتوه والكاس الكبير اللي احنا جايبينه بعد غياب 20 سنه، بس فرحان بالامبروفمنت اللي حصل في الشخصيات واللاعبات اللي موجودين في النادي الاهلي. ربنا يخليك. حقيقي لا بجد حقكم. ومالك خليني اكلمك برضو، يعني اكيد ده بيحط عليكم عبء، انتوا خدتوا تالت بعد 20 سنه، عايزين اول، هيتقال لك كده خلي بالك. ايوه. هتعملوا ايه؟ هنتمرن اكتر وهنحاول نصلح الويك بوينتس. اكيد كان عندنا ويك بوينتس خلتنا نجيب مثلا تالت. هل الويك بوينتس محتاجه تمرين بس ولا محتاجه حاجات تانيه غير التمرين؟ يعني اكيد اكيد لما نشتغل عليها هنبقى محتاجين عامه اللي هو نشتغل احنا كمان على نفسنا، كل حد يشتغل على نفسه فردي الاول. بالظبط، كل واحد يشتغل على نفسه وبعد كده كلنا نشتغل از تيم. حتى عزيزه كمان ممكن تغير من بلان التمرين لو هي كانت محتاجه تتغير او كانت محتاجه تتعمل فيها امبروفمنت معين. طب قولي لي لما بتختاروا الجمل اللي بتادوها في المايه، الجمل اللي انتوا بتقدموها بشكل جميل وحاجه حلوه وتابلو بيبقى حلو، مين اللي اختار الجمل دي؟ هو يعني الجمله نفسها بتبقى متقسمه ميوزك الاول، فميوزك دي مثلا عزيزه هي اللي جابتها واحنا كلنا كنا موافقين عليها عشان هي كانت ميوزك حلوه. بعد كده يعني الاول، لا واحده 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 عشان نتكلم دلوقتي. الميوزك بتيجي يعني احنا بنبني على الميوزك. اه كابتن عزيزه المدرب العام او المسؤول عنكم شافت ان الميوزك دي بتقول حاجه. بالظبط، لان الميوزك هي 90% من عشان بيتجاوب معاكي الناس. بالظبط، او الجمهور او الحكام. بتجيبوا الموسيقى بتعرض عليكم. اه انتوا بتوافقوا. اه بالظبط، كابتن دي كويس بنسمعها كلنا ويعني تبقى كلنا بنبقى بنفوت. اه اللي هو هي دي حلوه اه كويسه، يعني مش بس ان انت رياضي، لا ده انت عندك حس فني، انت بتشوف الموسيقى بتحرك في الاخر. هي ارتستيك سويمنج، هي مش سويمنج، احنا مش لعبه سباحه. ارتستيك احنا صح، احنا عندنا حته ارتستيك، حته ميوزك، حته انك تحس بالميوزك وتشتغل عليها وتحسس اللي قدامك انك بتعوم زي كانك بترقص باليه بره على الارض، مش بس بترقص في الميه. برافو عليك. طيب الموسيقى اتعرضت علينا عجبتنا اكسبت، نبتدي نشتغل الجمل بقى. اركب الجمل ازاي؟ التاليف بقى ده. أيوة. شغل عزيزه، ده بورت عزيزه. ليكوا دور فيها؟ بتقولوا لا دي صعبه يا كابتن مش هنقدر نعملها، لا دي احسن شايفين كده احسن، ولا اللي بتديه لكم بنتمرن عليه ونعمله؟ هو لو مثلا في حاجات صغيره ممكن مثلا نقول لها يا عزيزه مثلا الحته دي احنا مش عارفين نعملها أوي. او مثلا اه يعني بس حاجات صغيره قوي. مش طبعاً. مش بنتشينج حاجات كتيره. بيبقى في الاخر المين بتبقى عزيزه، هي بتبقى شايفه وهي اللي بتبقى تقول لنا هنعمل كذا، فاحنا لازم طبعا نعمله. انا عاجبني يا فرح ان انتوا بتنادوها باسمها. يعني ده طبعا دي لقطات من التمرين، بتنادوا الكوتش او المدرب العام. دي على فكره ده ما يقلش منه ابدا. ايوه، احنا في الاول احنا صحاب ويعني دايما بنشارك كل بعض كل حاجه حتى بره التمرين. يعني دايما احنا قريبين من بعض قوي، فمفيش يعني بينا الفرق ده. لو طلعتي بره هتلاقي اللعيبه بتنادي اذا كان الفرق كبير او في السن، انما الفرق لو قريب بينادوا باسامي بعض. ايوه يعني هتلاقي بيتنادوا بعض باساميهم، انما في فرق كوتش ابتدى لما يبقى اكبر منك ب 40 50 أيوة. سنه. طيب خلينا برضو نرجع لحته الميوزك واحساسكم بيها، وبعد كده الجمل عشان تتقنوا جمله، عشان بس اوري للساده المشاهدين حجم الجهد المبذول والوقت اللي بيضيع الجامد في اللعبه. عشان تتقنوا جمله من مثلا نقول من 5 6 ثواني ممكن يتمرن كام ساعه؟ لا هو اصلا احنا الروتين بتاعنا او الجمله بتبقى 2 و15 ثانيه او 30 ثانيه، بنقعد السنه كلها بنتمرن عليها علشان الله. ننزل نعملها مره واحده الله. بيبقى التمرين بتاعنا يعني اقل حاجه 5 6 ساعات. ده اللي هو احنا نزلنا بسرعه نخلص تمرينه بسرعه عشان اقدم فقره يعني او جمله 2 3 اتمرن سنه. وكمان علشان انت مش بتشتغل لوحدك، يعني في فرق بين السولو والديوات والحاجات دي. احنا لما بنبقى تيم يعني أصحيح. احنا طبعا بنحاول عشان هي سينكرونايزد سويمنج توقيع، بنحاول نوقع كل حاجه على بيتس الميوزك مظبوطه، لازم تبقى بالشعره علشان لو 8 شغالين واحده عامله حاجه مختلفه المنظر هيبقى اوف خالص، رقم هيقل جدا. بالظبط. طيب بيبقى في ليدر في الملعب؟ يعني الثمانيه بيبقى ليهم تيم ليدر ولا لا؟ طبعا احنا عندنا كابتن فريق، جيلا هي كابتن الفريق عشان اكبر واحده فينا. دايما هي برضو بتجمعنا بعض حتى في الميه. سيبك من بره الميه، جوه الميه بيبقى تيم ليدر انتوا دايما عينكم عليه في الميه ولا احنا كلنا علشان يعني بنبقى حوالين بعض اكتر، فكلنا في حد بيوصل له حاجه على طول بيقولها على طول. يعني ما عندناش حته اللي هو حد واحد هيبقى
يعني مجمع انتوا حاسين ببعض كلكم؟ كلنا حاسين ببعض دايما بنتكلم مع بعض بعينينا. بالظبط احنا تحت الميه واحنا حتى تحت مثلا بنعمل حاجه من تحت خالص مش وشنا فوق، بنبقى بنكلم بنشاور لبعض بنتكلم بالبابلز تحت الميه بعينينا. بس انتوا عينيكم يا عيني كلها كلور وبوظها يا عيني. انا بجد بشفق عليكم بجد والله. ازاي بتفتحوا في الكلور؟ لا لا صعب. طب انتوا تحت الميه بتبقى بتبصوا لبعض يعني برضو؟ قولوا لي اللي بيحصل تحت الميه ايه. هو عامة لازم نبص لبعض ولازم نبص على الحيطان عشان نتأكد ان احنا ورا البنت اللي وراها، لان مثلا في باترن معينة فما ينفعش مثلا ما ابصش على البنت، ما انا كده مش هبقف وراها كده، مش يعني حواليك لو بتتفرج مش هتفهم اي حاجة، هتفهم في فركشة كده، مفيش حاجة، مفيش باترن معينة. صح. المنظر بيبان بس تحت الميه بيبقى ممكن يبقى فيه فركشه. حرب. بس تحت الميه حرب، تحت احنا المية بنشد بعض ونزق بعض واحده تلاقيها لسه ما وصلتش مكانها فتديها زقه كده تساعدها بسرعه. أيوة. تسند سنده من لا تحت بيبقى فيه حرب، لو الكاميرات بتصور من تحت مش هيشوف اللي فوق خالص. الابداع زاد لما بقوا يحطوا الكاميرات تحت. مظبوط. مش من فوق الابداع. أيوة. زاد بقى يشوفوا حجم الجهد المبذول والنفس. طب بتتمرنوا ازاي على طول النفس؟ بنعوم بقى. الجمله اللي حضرتك بتقولها دي كتير قوي في التمرين، يعني مثلا بتاع خمس ست مرات مثلا. ده طبعا خلاص تكاد تكون ما بتتنفسوش. طبعا هو اللي بيساعد في الاول الارضي الكارديو بتاعنا والفتنس لازم يبقى عالي جدا، جري كتير، سباحه، السباحه البيز بتاعنا لازم نقعد نعوم كتير جدا، وطبعا بنقعد نعوم الروتين ده الاول بويت كتير جدا اتقل من وزننا علشان لما نيجي نشيلها ونعمل مره اللي في الاخر نبقى اخف. طب خلينا نشوف يعني انتوا الروح بتبان في الصور. طب صوره زي دي كده يا فرح. دي كانت فين؟ دي كانت ليله البطوله اخر تمرينه قبل البطوله على طول. كنا الجمعه بعد مع الفرقه كلها. كنا عاملينها بيجاما دي كده. تمانية ومعاكم عزيزه صح؟ ما شاء الله. ودي كانت قبل البطوله. دي كانت في اي مكان يعني؟ مكان ايه؟ ده في النادي عندنا، النادي اهلي مدينه نصر. اخر تمرينه كنت بتمرن في مدينه نصر ولا في ايام بنروح مدينه نصر وايام اهلي الجزائر. طب الصوره دي؟ دي كانت في البطوله بعد لما خلصنا بقى. البطوله كانت فين؟ في هليوبلس. في هليوبلس الاول. طيب يعني طب دي كمان؟ دي برضو بعد ما خلصنا. الفرحه باينه على وشوشكم. يعني انتوا كنتوا مبسوطين قوي يا جماعه. قوي. حدش فينا كان مستوعب اللي حصل. يعني انا حاسس بقد ايه انتوا فرحانين، خاصه لما بيجي بعد يبقى جهد وجهد مبذول. طيب خليني سريعا كده يعني برضو بحب اسال، بتتابعوا كره قدم؟ بتحبي فريق كوره بتتابعيه ولا على اوقات حسب التمارين؟ يعني انا مش بحب الكوره قوي. انا الصراحه عن نفسي يعني بحب محمد صلاح الصراحه. طبعا كلنا بنحبك. كلنا بنحب. بس تمام الاهلي بيكسب. طبعا. وفرح نفس الكلام؟ بتفرج على الكوره. بتفرج على الكوره. وبتشوفي وبتبقى مبسوطه الاهلي يعني؟ طبعا. لا بنشجع على طول. يعني برضو مش باليه مائي بس، لا ده احنا بنتكلم في كوره كمان بتابع. مظبوط. انا سعيد بيكم جدا والله. نفسي الفقره كانت تطول بس طبعا احنا ملتزمين بوقت. فرح انا بشكرك. ميرسي. شكرا. وبقول لك مبروك وان شاء الله انا متاكد هتبقوا احسن. الله يبارك في حضرتك. شكرا. ملك انا بشكرك شكرا جزيلا. ميرسي لحضرتك. الف مبروك وبتمنى لكم كل الخير ان شاء الله. اعزائي المشاهدين دي كانت حلقه مهم عن الباليه المائي، ومنعرفكم ان النادي الاهلي بيضم بطلات ونجمات كبار جدا جدا جدا. النادي الاهلي مش كره قدم بس، حاجه تشرفنا ان كره القدم طبعا احنا زي ما بيقولوا ماسترز اوف افريكا، ولكن النادي الاهلي فيه كفاءات نادره في كل مجال. بشكركم شكرا جزيلا. انتظرونا في حلقه جديده مع الابطال.